السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر راديو وتلفزيون قناة الريان وراديو الريان 97 FM في حلقة جديدة من برنامج مدفع رمضان. في البداية الراعي الرسمي لهذه البرنامج هو فودافون وقطر للسياحة، وأيضا نشكر الشركات اللي مقدمين لنا هذه الهدايا الجميلة للمتسابقين والمشاركين واللي بحالفهم الحظ إن شاء الله وبيفوزون. اليوم أسئلتنا بسيطة وإن شاء الله أن الكل معانا فايز. مشعل ننتقل عندك وخلنا نشوف الأجواء عندك. أولا أمس عليك يا سلطان وأمس على السادة المشاهدين، ونعم أعزائي المشاهدين اليوم الحلقة رقم 27 من مدفع رمضان. خلاص رمضان بينتهي والبرنامج بينتهي، لحقوا على الجوائز حياكم الله، والإجازة ابتدت. الأسر اللي موجودين خلف الشاشات حياكم الله، تعالوا شاركوا ويانا وحبالكم الفوز. والأجواء عندي جدا جميلة يا سلطان، الجمهور متواجد والكل بيشارك، والأسئلة إن شاء الله أنها إن شاء الله أنها سهلة، ما حد بيطلع من عندنا خسران، وهذا اللي تعودناه دائما في برنامجنا مدفع رمضان. ونرجع لك السلطان، الكلمة عندك. نعم يا مشعل، نبتدي مع متسابقنا الأول ونشوف من بيفوز وبيجاوب أو لا. السؤال تقريبا سهل وأعتقد أن الأطفال يقدرون يجاوبون عليه. خلنا نشوف أول متسابق. صقت النظارة على طول ها؟ نعم. شو اسمك؟ عبد الحكيم. وانت شو اسمك؟ يوسف. والله نعم. وانت شو اسمك؟ محمد. والله نعم فيكم. جاي تشاركون؟ نعم. جاي تشاركون؟ نعم. ها؟ نعم. بتجاوب؟ نعم. سؤالنا يقول: صلاة جماعية بلا ركوع ولا سجود فما هي؟ صلاة باطلة. ما اسمع. صلاة باطلة. خطأ. صلاة الإيد. لا لا. خطأ. صلاة الجنازة. صلاة الجنازة. من علش من علمك؟ أب. ها؟ أب. تعال تعال. ألف 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 مبروك، إجابتك صحيحة. تفضل تفضل تدخل معه. تعال تعال تفضل في وسط المسرح هني. شو اسمك؟ خالد. خالد شحاده، الله يسلمك. ونعم يا خالد. محمد. محمد، والله نعم يا محمد. نعم اجابتك صحيحه يا محمد، وهي صلاه الجنازه. الف مبروك، فزت معانا بقسيمه مقدمه من مطعم ارض نابلس. تفضل. وفزت معانا اطياب المرشود، هذه قسيمه العطور. شوف شوف الكاميرا، شوف الكاميرا، ايوه شوف الكاميرا، ايوه خليك هنا. تمام ايوه، فيها عطور طيبه، فيها بخور، فيها كل شيء زين، تكشخ تعطر حق العيد. تمام. وبعد بعد 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 عندنا هدايا وعندنا خير. بتسافر وين بتروح؟ الاردن. يا سلام يا سلام. واذا بتروح الاردن تشبيلك شنطه، هذه الشنطه. الف الف مبروك، شنطة مقدمة من مجموعة المفتاح، فيها كل شيء، فيها باور بانك وفيها محاول كهرباء وفيها دفتر وفيها محفظة، كل شيء فيها، بس حط الايباد وثيابك وروح على طول المطار. تمام. الف الف مبروك، الف مبروك. مشكورين ان شاء الله، مشكورين في جميع. الله يسلمك. تفضل من هذا الاتجاه. مشاهدينا الكرام، متسابقنا الاول فاز. مشعل والله اليوم شكلها الجوائز بتروح. الأسئلة اليوم جميلة صراحة، فريق الإعداد بعد مضبط لنا بأسئلة خفيفة ولطيفة للجماهير. خلنا نشوف أول متسابق عندك يا مشعل، والكلمة عندك. ألف ألف مبروك لضيفك يا سلطان. إي نعم، خلي الجوائز تروح، خلاص ما بقى شيء على رمضان، خلي الكل يفوز. وقناة الريان معودتنا دائما يا سلطان على الكرم، وناخذ الضيف الأول ونقول يا مرحبا ومسهلة. شخبارك؟ الحمد لله. عندك في سوق واقف؟ أحب أشتري هون حاجات حلوة كتير، يعني سوق واقف في قطر هو أحسن مكان. ما شاء الله. من وين؟ من الجزائر. ونعم بأهل الجزائر، ونعم بأهل الجزائر. طبعا أنا كل واحد ييني أسأله سوق واقف شنو يعني يشابه أي منطقة في بلادك، فتتوقعين سوق واقف يشابه أي منطقة في الجزائر؟ الغردية.
غردايه. غردايه في جنوب الجزائر. في جنوب الجزائر احسن منطقه يعني. هي منطقه صحراويه. صحراويه وعندها عادات كما سوق واقف. عندها عادات كما سوق واقف. انزين نروح حق السؤال الاول لك. انزين اين تم افتتاح اول بنك للدم في العالم؟ طبعا تم افتتاحه، خلنا اساعدك، تم افتتاحه في دوله تعتبر من الدول المتقدمه، هي متقدمه يعني اوكي، ودوله ايضا يعني من الدول الحديثه جدا وتعتبر خلنا نقول الاولى في العالم حاليا. امريكا. امريكا، الف الف مبروك، فعلا ربحتي معانا الشيخه. امريكا هي الدوله، ربحتي معانا من فندق سوق الوكره. حياك تعالي. فندق سوق الوكره سحور لشخصين، انت وشخص تروحين سوق الوكره تسحرون هناك، وقسيمه بكيو تاير. وايضا ربحتي معانا الشيخه الشنطه، لو رحت الجزائر تروحين المكان اللي شابه سوق واقف. اشكر جزير قناه ريان، واشكر انت، واشكر الساده المشاهدين، واشكر جميع ضيوفنا اللي رحبونا في قطر. هذه دموع فرحه اكيد. تستاهلين تستاهلين، صفقولها يا جماعه، تستاهل. تفضل تفضل الشنطة، تستاهلين الخير الشيخة. وفعلا أول دولة تم افتتاح فيها بنك الدم هي أمريكا. وخلني أعطيكم معلومة إضافية أعزائي المشاهدين، إن الطبيب الأمريكي تشارلز درو هو صاحب فكرة إنشاء بنك الدم التي أنقذت حياة الملايين. صراحة ما قصر مع البشرية. نرجع لك السلطان. نعم زميلي مشعل، ورجعنا للسؤال الثاني. ما شاء الله فيه هني وجوه يعني شايفها من قبل انا مشاركه معانا. خلونا نروح حق الوجوه الجديده اللي ما شاركت معانا. خلينا نشوف هذا الرجال جاي مع بناته وعياله. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفنا باسمك. اخوك خليل الشيخ. ونعم يا خليل. وانت شو اسمك؟ ندى. ما اسمع. ندى. ونعم. وانت شو اسمك؟ ميس. ميس. وانت؟ رغد. وانت؟ ريم. الله يحفظهم ويبارك لك فيهم ان شاء الله. بتجاوبون؟ لا. من اللي بياخذ الجائزه، انت ولا ابوكم؟ ها؟ ابوه؟ تسوي ذي الجائزه صغيره؟ لا. حق ميس؟ حق ميس. ها؟ الله يعطيك الصحه والعافيه. سؤالنا يقول لا لك انت سهل، خلنا حق حق الصغار. ايهما ياتي قبل في فصل في فصول السنه؟ الربيع أم الخريف؟ ها؟ أيهما يأتي في خريف؟ خريف خريف خريف. وأنت شو تقولين؟ خريف. بعد خريف معاها؟ لا ربيع. ربيع؟ تمام. ميس شنو، الربيع ولا الخريف؟ ربيع. الربيع. والله أنت اللي بعتمد إجابتك. ألف مبروك، إجابتك صحيحة. تعالي تعالي تعال تعال، تفضل تفضل تفضل. ايوه تعالوا تعالوا، ايوه قدام المسرح. ايوه 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 تعالوا ايوه تعالوا هنا هناك عند عمان. ايوه تعالي تعالي انت ميس. ايوه تعال 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 مني عندي. ايوه شوفي. ايوه شوف الكاميرا. الف مبروك، فزت معنا بقسيمه مقدمه من فندق كيو لانش في منتجع البنانا، فندق شو اسمه، مطعم حلو على البحر لشخصين. وايضا فزت معانا فضل بقسيمه بقيمه 500 ريال مقدمه من شوبان. وعندنا بعد شنو معاه؟ ايوه عندنا كيو تاير مقدمين لك قسيمه بقيمه 500 ريال تقدر تبدل فيها تواير. وعندنا هذه الشنطه. هذه الشنطه ايوه هاي ايباد، ايبادين اثنين وثلاثه وكمبيوتر. ايوه تكفيهم والله. تمام. وفيها كل شيء. ها تفضل. تفضلوا شوفوا الكاميرا ايش بتقولون. شكرا والعود بخير. الله يعطيكم الصحه والعافيه. والله يطرح فيهم البركه. والف مبروك الفوز. الله يكرمك ويحفظك. الجواب طبعا لميس، هي اللي جاوبت. ايوه فهي اللي جاوبت صح. الله يحفظك ويكرمك. مشكورين جدا. الله يكرمك. شكرا لك. شكرا لك مشعل، ما شاء الله عليهم جايين ومستانسين وخذوا الهدايا وفازوا وجاوبوا الجواب الصحيح وهو الربيع. كلمة عندك يا مشعل.
ألف ألف مبروك لضيفك يا سلطان، ورجعنا مرة أخرى لأعزائي المشاهدين. وهالمرة عندي سؤال، أنا شخصيا كنت أعرفه من الابتدائي، فما راح أختار فيه شخص يعني كبير، راح أختار هالبطل الصغيرون. خلنا نتشرف باسمك. عمر خالد. عمر خالد، شنو معلوماتك عن الدين والأنبياء وألقاب الأنبياء؟ الحمد لله زين. يعني تعرف ولا الوالد راح يغششك وإحنا بنسوي نفسنا ما ندري؟ إن شاء الله يا أبوي يغششني يعني. إن شاء الله أبوك يغش، يعني ما عنده ثقة فيك أصلا. حلو زين، يقولك من هو النبي الذي لقب بذنون؟ ذنون. يونس عليه السلام. يونس عليه السلام، وفعلا ألف ألف مبروك، النبي الذي لقب بذنون يونس. ربحت معانا، توقع شنو؟ ما أدري والله. اقرأ. البنانة والنادي الدبلوماسي كشيوبا مجموعة المفتاح. ألف ألف مبروك، تستاهل الفوز. صفقوله صفقوله، يستاهل. تفضل. هذه مجموعة المفتاح، هذه الجائزة الوحيدة العينية اللي تقدر تشوفها تجيب بعينك، عرفت؟ الباقي قريتها أنت وما قصرت. فعلا البنانة من مطعم كيو لاونج، عندهم إطلالة بحرية، تروح أنت والوالد تستانسون هناك. وأيضا هذا كيس شوبان، عفوا نسينا كيس شوبان بعد. هذا كنا جائزة ماخذة. تعرف العيد، انا اعرف ان الوالده ما راح تخليك تبطل لنا اول يوم في العيد. ما عليه ما عليه ما عليه. جزاك الله. انزين، وبعد اي النادي الدبلوماسي، خذ الكبونه حيل، يعطيك العافيه. جزاك الله خير، ما قصرت. عرف ضيفنا الصغيرون ان النبي الذي لقب بذنون هو يونس عليه السلام. نرجع لك يا سلطان. نعم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم. قرب يا كاميرا، قرب صوبنا، قرب. خلنا نشوف الحين هذه الجهة، خلونا نشوف هذه الجهة. بتشاركم بتشاركم، كل واحد وله سؤال بإذن الله. مساك الله بالخير. الله بالنور. يعطيك ألف عافية، وصراحة نشوف توزعين هذه المائدة وهاي، ونشوفكم يعني تقومون بعمل يعني جبار، شكرا لكم صراحة. الله يعافيك. سؤالنا سهل. سورة تسمى بالسبع المثاني، فما هي؟ الفاتحة. فاتحة. ليش الفاتحة؟ لأن شو اسمه بداية السورة، بعد بداية القرآن سورة. أيوة. الفاتحة سميت بالسبع المثاني. الفاتحة. الفاتحة. ألف ألف مبروك، إجابتك صحيحة. تعال تفضلي تفضلي. ألف مبروك، فزتي معانا بقسيمة مقدمة. تفضلي. فزتي معانا بفطور مقدم من سنشرة مارينا هوتيل، فطور لشخصين. خلي هذا الظرف لا تشوفين الجائزة، خليه مقلوب زين. صبري صبري، خليك معنا. صبري صبري، الخير جاي الخير جاي. فزتي معانا بهذه الشنطة، عيد وخير والكل يبي يسافر. تمام. باقي الجائزة الحين الثالثة، احنا عندنا ثلاث جوائز مشاهدينا الكرام. فزتي بجائزة مقدمة من قناة الريان. تعرفين شنو قناة الريان؟ يعني لما نقول قناة الريان، الريان ايه عارف قناة الريان. لما نقول جائزة مقدمة من قناة الريان يعني شنو الجائزة بتطلع؟ يا تلفزيون يا سكوتر. سكوتر؟ لا مو بالسكوتر. تلفزيون عيال. تلفزيون. ألف ألف مبروك، فزتي معانا بتلفزيون 50 بوصة مقدم من قناة الريان. ألف مبروك لك. شو اسمك؟ خديجة. خديجة خديجة، ألف مبروك الفوز، وتفضلي من هذا الاتجاه. ألف مبروك. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، ما ترددت في الإجابة وعلى طول جاوبت الإجابة الصحيحة. ألف مبروك له وهذا التلفزيون. وراح يا مشعل، خلنا نشوف المتسابقين اللي عندك. نعم عزيزي سلطان، رجعنا مرة ثانية للسادة المشاهدين ومع الضيف الثالث، وهل بيجاوبنا ويفوز ولا بتكون أول خسارة؟ تعال 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 هني. يمين الشيخ، أول شيء تشرف بس. مرحبا، أخوك حسن حميد. حسن حميد، ما شاء الله اللوك عاجبني. من وين؟ من الإمارات. ونعم ونعم بأهل الإمارات كلهم.
إنزين السؤال يعني تتوقع أنك تعرفه ولا لا؟ والله إن شاء الله. توقعات؟ والله حسب اللي شفناه الأمور طيبة. الأمور طيبة. وجودك ما ودي أخذلك بس يلا ها. السؤال يقول كم درجة حرارة الإنسان الطبيعية؟ كم درجة حرارة بنجيكم ما عليه لحدين قدام الكاميرا عشان نقدر نتواصل مع الجمهور. كم درجة حرارة الإنسان الطبيعية؟ دقيقة خليني 37 طبيعي. ها 37 بوينت خمسة أو واحد كذا نقص بعد ها فوق الواحد شنو؟ اثنين. ألف مبروك فعلا 37.2 هي درجة حرارة الإنسان الطبيعية. ربحت معانا. أنت إيش كان ودك تربح؟ أنت دائما أشوفك موجود هني إنزين وتشوف الجبايز كلها، شنو كان ودك؟ والله ودي كان جزيرة البنانة بصراحة. وألف ألف مبروك ربحت معاي. مبروك ما عليه الحين تنصاد إنزين. أوكي البنانة ربحت معانا من كيو لونج وربحت معانا أيضا من طياب المرشود وربحت معانا شنطة من مجموعة المفتاح. طيب إنه شفناكم وتعرفنا عليكم. الله يعطيك العافية وما قصرت وأهم شيء إنك استأنست بالإجابة. أسف شوفتكم. الله يعطيك العافية. ربح معانا ضيفنا الإماراتي يستاهل الفوز وفعلا درجة حرارة الإنسان 37 إذا درجتك أعلى راح شيء كورونا نرجع لك سلطان يا كورونا كده. كورونا عيل يا مشعل وين الكورونا الله بعدنا عنها الحمد لله. زين يا مشعل سؤالنا الحين لا بيكون سهل إن شاء الله بيكون سهل. بتشارك معانا هذه شو اسمك انتي؟ ما اسمع. آسيا. والله ونعم يا آسيا. آسيا سؤالنا يقول تبين سؤال صعب ولا سهل؟ سهل. احنا حاطين أسئلة للصغار تكون سهلة. متى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة؟ في أي سنة فتح مكة رسول صلى الله عليه وسلم؟ والله خطأ كان في بالي بس الحين. في أي سنة؟ 2000 السلام عليكم كيف حالك؟ حياك الله. شلون الأجواء معك في سكوار؟ خير الحمد لله والله الحمد لله. سؤالنا يقول متى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة؟ مكة المكرمة في أي سنة؟ العام الثاني العام الأول هجري فتح العام العاشر هجري. متى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في أي سنة؟ في العام العاشر من الهجرة. أجاوب؟ خطأ. اللي عند المايك لو سمحت. عام الفيل خطأ. لا تفضل خلونا نجي. تعال بجيك. انت تشاركين الحين بجيك بعد شوي. متى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة؟ في مساعدة. في اي سنة؟ في مساعدة. لا في سنة. مشاهدينا الكرام ما في حد جاوب على هذا السؤال وهي السنة 8 للهجرة في شهر رمضان المبارك. مشعل ما حد جاوب على هذا السؤال وننتقل الكلمة عندك. إيه نعم يا سلطان تعرف الأجوبة أو الأسئلة اللي ما حد يجاوب عليها هذه أكثر أسئلة تعلق بذهن المشاهد. يعني أتوقع أي حد متابعنا الحين عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في 8 ذي الهجرة في رمضان. ولكن خلنا نسأل هالبطل هذا سؤال سهل. نشرب اسمك. سعيد حمد المري. ونعم زين سعيد أبوك وايد واثق فيك ليش؟ عشان ذكي. انك ذكي ما شاء الله. انزين يعني ابوك حتى يوم نادينا قلنا خليك واقف هنا بحيث انه يساعدك لو ما عرفت قال لا انا واثق فيه. تشوف ان انت قد هالثقه هذه؟ اكيد اكيد اكيد
طبعاً طبعاً. السؤال يقول: من هو النبي الذي عاش في بطن الحوت فترة زمنية طويلة؟ يونس عليه السلام. ألف ألف مبروك ما شاء الله، ثقتك في مكانها، ثقتك في مكانها. انزين، فعلا يونس عليه السلام هو النبي الذي عاش في بطن الحوت. تعرف بعد ما الحوت يعني طلع من بطنه وين راح؟ وين راح؟ عند الشيرة، عشان جلده كان في عنده مشاكل في جلده، تعالج. الشيرة كانت عبارة عن علاج المشكلة اللي جاته في جلده. شجرة اليقطي. انزين، سنشري مارينا لوسيل ربحت من عندهم فطور، وايضا ربحت مجموعة المفتاح شنطة لو تسافر. سافرت من قبل؟ ايه. وين؟ قد سافرت السعودية. السعودية اكاها. يلا بيك تمسكها خفيفة ولا لا؟ خفيفة. ايه، حافظ قصيد؟ عندك قصيد تبي تقوله؟ قول قصيد. قصيد اي شيء، اي شيء على بالك. صراحة مو بحافظ انا قصيد. لا قصيد لا، ما عندك مشكلة، تستاهل الفوز ونعم بولدك. الضيف الصغيرون هذا عرف الإجابة يا سلطان، وفعلا النبي الذي عاش فترة في بطن الحوت، المعلومة اللي عرفناها من قبل لندش المدارس، أيام ما كانوا ينومون على قصص الأنبياء قبل، هو سيدنا يونس عليه السلام. نعم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية. سؤالنا السابق والله كان أسهل من هالسؤال اللي الحين بسأله، لكن العالم ما جاوبه. خلونا نشوف هذا السؤال اللي أنا وجهة نظري أقول صعب أن يجاوبون. ماذا يطلق على ذكر الأفعى؟ ذكر الثعبان. ذكر الثعبان؟ أيوة. قاعد تشوف التلفون، شفناك شفناك تشوف التلفون. تعال تعال تعال، مساك الله بالخير. بخير يا غاتي، شلون صحة؟ سلام غاتي. ايش رايك في الاجواء في رمضان في قطر؟ على الراس على الراس، اجواء جميلة. جميلة والله، حلوة كلش والله. سؤالنا يقول: ماذا يطلق على ذكر الثعبان؟ الافعى. لا هو ذكر الافعى شو اسمه؟ افعان. افعوان؟ قرب معه. صبر صبر، قرب قرب معه. أول شيء شكرا له لأنه ساعدك. شكرا. ألف مبروك. شكرا زين. أنت فزت معنا. شكرا زين. شكرا زين. بس من وين عرفت المعلومة؟ معلومة عامة هذه. بعرفها معلومة عامة. ما شاء الله عليك. تحقق العمل. الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله المرة القادمة بتشارك بإذن الله. بس شكرا وشكرا لك، يعني إن هذا من أصعب الأسئلة اللي عندي اليوم. شكرا لك إنك ساعدته. شكرا. على رحمة الله. ألف ألف مبروك. تفضل. تعال تفضل. تفضل. نعم مشاهدينا الكرام، ذكر الثعبان يسمى بالأفعوان، وإجابتك صحيحة. فزت معانا بفطور مقدم من سوق الوكرة، وأيضا فزت معانا بغسيمة مقدمة من شوبان للشوكولا والحلويات. تدري فوالتهم حلوة، يعطونك نفس هذا الكيس تقريبا فيه الفوالة الطيبة. وعندك أيضا فزت معانا، تفضل، فزت معانا بشنطة مقدمة من مجموعة المفتاح. شكرا زين. هذه الشنطة شكرا للسفر. شكرا. عرفنا باسمك. محمد، أنا وفهد من العراق. ونعم والله يا محمد، ألف مبروك الفوز وتستاهل. شكرا زين. شكرا زين. الله يوفقكم إن شاء الله ويطول عمركم إن شاء الله. الله يجزاك خير. إن شاء الله بحول الله. الله يجزاك خير. تفضل من هذا الاتجاه. مشاهدينا الكرام، فاز معنا المتسابق محمد من العراق، ونعم الإجابة إجابة ذكر الثعبان هو الأفعوان. مشعل كلمة عندك. خلاص مو مشكلة مو مشكلة. ألف ألف مبروك لضيفك يا سلطان، ورجعنا مرة ثانية للسادة المشاهدين، واليوم عندنا ضيفنا الخامس أو ضيفتنا الخامسة. تشرف باسمك. خضرة. خضرة؟ أيوه. مسمينك على لو؟ لا، على اسم ستي الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها يا رب، وربي يجمعنا وياها بالجنة. انزين، متوقع ان انت تفوزين. انا شايفتك يعني ما شاء الله كنتي دائما خلف الضيوف وتعرفين كل الاجوبة، بس المايك مايات. ربنا يسهل يا رب. الحين المايك بي ان شاء الله. بتجاوبين؟ يا رب يا رب يا رب. السؤال شوي راح يكون صعب. ما هو العضو
المسؤول عن التوازن في جسم الإنسان؟ التوازن؟ أي نعم. العقل؟ لا قربتي. الرأس؟ لا لو سمحتوا دقيقة بمر عليكم كلكم، ما في مشكلة، كلكم تأخذون دوركم. ها، شيء موجود في الرأس؟ شيء موجود في الرأس؟ ثواني يا جماعة، ادوني فرصة أفكر. ثواني، أعطوها فرصة. الأذن؟ أي واحدة؟ الأذن فيه ثلاث أنواع. اليمين؟ لا لا لا، الوسطى. تعالوا شوي 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 يا جماعة، عشان ترى المشاهدين الحين مو شايفيننا، فشوي شوي نرجع ورا، شوي نرجع ورا. لا والله للأسف. ها، الأذن الوسطى. لا مو الأذن الوسطى للأسف. ها تعال أنت. ايش السؤال؟ ما سمعت. اقول لك، ما هو العضو الذي اوكي يساعد، او العضو المسؤول عن التوازن في جسم الانسان؟ هذه ايش؟ والله نسيت اسمه. انت تأشر لي داخل اذنك، ما يصير. زين، يا مرحبا بابا. الداخليه. الاذن الداخليه. متاكد؟ متاكد. مش الوسطى؟ لا ثواني. ترى ما حد شايف نهائيا. شوي نرجع ورا. الرجال جاوب. شوي نرجع ورا. تعال. تشرف باسمك. أيوب يونس. من وين يا أيوب؟ من مصر. من فين في مصر؟ اسكندرية. ترى أنا مستعد أسألك لين أي شارع في اسكندرية. من العصفرة ابني. ونعم فيك، ونعم بالمرسي أبو العباس. أوكي، دقيقة. ربحت معانا فعلا. الأذن الداخلية هي الأذن المسؤولة عن التوازن في جسم الإنسان، وربحت معانا في السحور من فندق سوخ الوكرة، وأطياب المرشود، عطور من طياب المرشود، عطور كويتية، وأيضا من مجموعة المفتاح ربحت معانا شنطة. هذه العطور الكويتية، طياب المرشود، وهذه هي الشنطة لو حبيت أنك تسافر شارع العصافير. صح. الله يبارك فيك. كل سنة طيبين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وان شاء الله لا تنسى شيخه شاركي معنا مره ثانيه. انت عرفتي كل الاجوبه، بس على حظك سؤالك كان صعب. ما عليه، رمضان للحين ما انتهى. ساده المشاهدين، نروح لسلطان. نعم يا مشعل، والله ما شاء الله نشوف الجمهور زاد. تدري اجازه وخير، واللي هالكل يبي يجي ويشارك. الحين احنا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج مدفع رمضان. الف مبروك للفائزين، ونترككم الان مع مدفع رمضان حصريا برعايه كيو ام بي بنك قطر الوطني، ونتمنى لكم افطارا شهيا. فمان الله. مدفع الإفطار استعد للرماية.
الرمي.